الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. تخيلوا سيارات نجدة لنقل الطلاب وأمن مركزي وصناديق معدنية وأقفال رقمية وكمان لجان مفرقعات، كل ده عشان خاطر امتحانات الثانوية العامة. حالة من الاستعداد الأمني كبيرة جدا بتتم دلوقتي بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التعليم لتأمين المدارس اللي هيتم فيها امتحانات الثانوية العامة اللي من المفترض انها تبدأ كمان كام يوم، يعني تحديدا يوم 20/6. فتعالوا بنا نشوف بالظبط ايه اللي بيحصل. عقد مدير الأمن مختلف المحافظات عدة لقاءات مع عدد من الضباط، وحضر اللقاء مسؤول الأمن بوزارة التعليم، وتم الاتفاق على قيام وزارة الداخلية بتولي عملية تأمين المطابع السرية ونقل أوراق الامتحانات للجان وتأمين مقار الكنترولات وعملية توزيع الأسئلة من المطبعة لمراكز توزيع الأسئلة. ومصادر أمنية قالت أن وزارة الداخلية والتعليم احتفظوا بموعد نقل الأسئلة حفاظا على السرية، ويتم نقل الأوراق الأسئلة المحفوظة في 3 صناديق مغلقة ومش هتفتح غير يوم امتحان كل مادة الساعة 9 الصبح. مش كده وبس، ده سيادة الوزير طلب كمان من مساعدي تفعيل سيارات النجدة لخدمة الطلاب في حالة وجود مشكلات بتعيقهم عن الوصول إلى اللجان، والحرص على تقديم جميع الإمكانيات لطلاب الثانوية العامة وأسرهم ونقلهم في حال تأخرهم عن الامتحانات خلال الفترة الصباحية. وعقد مدير الأمن بالمحافظات عدة اجتماعات مبكرة مع مدير القطاعات ومساعديهم للفرق لإعادة شرح الخطط للقوات الأمنية المشاركة في عملية التأمين، ومطالبتهم باليقظة والتصدي بقوة وحسم لأي محاولات للخروج عن القانون وضبط المخالفين سواء من الأهالي أو حتى الطلاب وتقديمهم لجهات التحقيق على الفور. وبتشهد إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية حالة من الاستنفار لمواجهة عمليات الغش وصفحات تسريب الامتحانات وإجابتها، وتم وضع خطة ترتكز على منع الهواتف المحمولة باللجان وتطبيق القانون على المخالفين وإلقاء القبض على كل من ترشد عنه تحريات مباحث الإنترنت لقيامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسريب الامتحانات أو الإجابات خلال أداء الامتحان. أما بقى بالنسبة للجان من جوه، فيتولى خبراء المفرقعات تعقيم اللجان ومحيطها بالكامل عن طريق استخدام الكلاب البوليسية لبدء عمليات التأمين الخارجي. يعني واضح كده أن الامتحانات السنة دي هتكون مؤمنة بالكامل، وإن شاء الله ما يكونش فيه أي تسريب للامتحانات أو شوشرة على طلابنا. واضح كمان أن في مجهود كبير مبذول لتيسير الأمور على الطلاب، بداية من تيسير حركة المرور والطرق وحتى تأمين اللجان. طبعا في النهاية بنتمنى التوفيق لكل طلابنا، وشكرا لكم وإلى اللقاء.